اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو كيف العاده في صحه جيده. قبل ما نبدا معكم البنات، كنتمنى ان شاء الله واحد الدعوه من عندكم لمرات خويا، الله يفك وحيله على خير يا ربي، ودوز كلشي كلشي على ما يرام ان شاء الله، الله يفك وحيله على خير. وجاني حاجه البنات، بغيت نبارك لكم السنه الجديده سنه 2022، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر واي حاجه زوينه في الدنيا، وبالخصوص الصحه والسلامه البنات وراحه البال. هادو هما حوايج اللي ما كتعاودهم حتى حاجه. الله ييسر لكم الامور في اي حاجه كتمنوا ان شاء الله. المهم هنا البنات كيف ما قلت لكم، يعني هنا كان مرات خويا دايره عندي هكا يعني السابع ديال الحنه، دارتو عندي هنايا في الدار. المهم انا غادي نوجد معكم كل حاجه. هنايا نهار قبل بديت كنوجد بما يعني عارضين على غير واحد الناس قلال، هذا راكم عارفين مع الكوفيد وهذا، يعني غير شي علاج هكا قلال غير باش نفرحوا ونشطوا غير البنات هكا بيناتنا. المهم خليكم معايا، غادي نوجد معكم كل شيء. هنا كما قلت لكم نهار قبل حيت عليا كل شيء تقريبا اللي قدرت نحيده، يعني حيت عليا باش هكا ما نتغلبش. راكم عارفين الواحد في الصباح يلا كيفيق، يلا غادي تجمعي الدار، يلا يعني كي خاصك شويه ديال الوقت، بالخصوص يعني الا كنتي عارضه على الناس في الغداء الوقت ما كاينش، والنهار اصلا كيدوز الطير والنهار دابا قصير اصلا. صافي هنايا النهار قبل هكا في العشيه في الليل حيت عليا هكا. المهم نقيت هكا الصاله، وجدت صوينيه بما عندي حتى جوج طوابل، درت صين يعني درت طبله وجدت فيها كل شيء على قبل اتاي، حطيت فيها كل شيء. والطبله الثانيه حتى هي غادي نوجد فيها كل شيء، غادي نبريباري معكم كل شيء. مهم غير خليكم معايا. هنا كما كتشوفوا كنوجد في الطبيله ديال اتاي. هنايا كنا هاد المملحات راني ديجا شاركتهم معكم شحال من مره، كناخذهم من ليدل، وصراحه البنات زوينين يعني هكا باش تشربوا كزيل اتاي. سمحوا لي رختكم ضاربه البرد زامطني البرد، عرفتوا كان دار غير بزز. كما قلت لكم البنات زوينين هكايا، سواء عندكم الضياف، انا صراحه كنجيبهم دائما بلا ضياف، كيحماقوا عليهم ولادي وحتى انا براسي، يعني هكا بعد المرات ما كيكون ما تاكلي والو، كتبغي غير شي حاجه هكا باش دوزي كزيل اتاي. وهادو صراحه زوينين، يعني فيهم المالح فيهم الحار فيهم الحلوين، يعني زوينين هكا باش تشربي بهم كزيل اتاي، وكنحطهم حتى الا كانوا جايين عندي هكا الضياف. وصافي البنات هانتوما معايا، المهم هانتوما معايا، انا كنوجد وانا كنشارك معكم كل حاجه. وهنا ما نساوش الصينيه ديالنا والمجامع، واخا صراحه السكر كتبقى بلاصتو. المهم عوض السكر حنا نعوضوه بالسنيده، راكم عارفين الناس ديال الغربه عندنا غير السنيده ما كاينش السكر. صافي هنا درت اتاي، وهادي غادي نخليها خاويه حتى الغدا ان شاء الله. في الصباح غادي نجبد الشيبه وغادي نحطها هنايا، ما غاديش نحطها دابا. وصافي هنا البنات وجدت كل شيء، بقاو لي شي حوايج ان شاء الله حتى الغدا عدا غادي نحطهم. هنا البنات بما كنت جالسه قلت غادي نشارك معكم هكا بعد يعني اللي بغات بحال هكا تقاد الطبيله ديالها وما عرفتش كيفاش تقادو هكا الايطوفاليولي، غنشارك معكم الطريقه اللي كتجي غزاله ديال الورده. بالحق صراحه انا عجبتني، ولكن ما غاديش نديرها حيت ما عنديش، خاصكم بحال واحد الفنيتات كيتباعوا عندي تشينيسي وكيكونوا فيهم هكا وريدات، كتلقاوهم يعني كتلقاوهم هكا متنوعين، راه كاينين في المحلات بالخصوص عند التشينيس راه تلقاوهم موجودين. هانتوما الطريقه البنات جد سهله، يعني كتجي بحال الورده كتجي غزاله. انا هنايا حطيت لكم هذا الخاتم غير باش نوريكم، غير باش تشوفوا الطريقه اللي لا كانوا عندك هكا جايين ضياف وهادو حتي ما عرفتيش كيفاش غادي تطويهم. هذه طريقه سهله بسيطه وكتجي راقيه، هانتوما كتجي غزاله في الشكل ديالها. بالحق انا ما نقدرش نديرها كما قلت لكم، خاصني الفنيتات وما جاتش عاوتاني نحط غير هذا الخاتم. غادي ندير هذه الطريقه الاخرى اللي غادي نشارك معكم دابا، اللي حتى هي سهله البنات، سهله مهله. هانتوما يعني طويت طويت هذاك الطوفاليولو كيف ما شفتوا على شكل مثلث. صافي وغادي نخشي هذا الخاتم وغادي نحطه، حتى هي كتجي زوينه. وهانتوما البنات دابا خليكم معايا البنات، غادي ندوز نرقد اللحم. هنايا رقدته يعني ليله قبل ما نطيبه باش هاكا يشرب لي العطريه ويجينا بنين ويجينا لذيذ. المهم هنايا اللحم ديالي راه كيما شفتوا راني غاسلاه كنت حاطاه يتسقطر، دابا غادي ندوز ندير العطريه. خديت واحد المهم خديت واحد لاتشاطور هكا
وكندير فيها كاع العطريه كامله، درت معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال سكينجبير. انا كندير البنات التحميره كنطيب بها ميدي سبياتشي. كاينين شي بنات كيقولوا لي ناديه التحميره ما كدارش في المرقه، انا البنات شخصيا كتعجبني وزيدون يعني الطياب راه ممكن تفنوا فيه كيف ما بغيتوا، كل طريق شيني في الطياب. انا شخصيا كتعجبني التحميره كنبغي نديرها. صافي البنات، المهم درت العطريه كامله. هنايا عندي واحد 5 ديال الروز ديال الثومه حتى هما حكيتهم وصافي. غادي ندير درت واحد شويه ديال القرفه، غير شويه كتجيب اللحم حتى هو كتجيبو زوين. صافي هنا درت القزبر ودرت واحد نص معلقه ديال راس الحانوت. صافي هنا ما غاديش ندير الزيت، غادي ندير غير شويه ديال الماء هكا كما كتشوفوا. المهم ها نتوما الفيديو راه موضح راسو. صافي هنا دابا غنبدا ناخذ هكا الطروفه ديال اللحم وغادي نبدا نرقد ونحط ديريكت في الكوكوط والملح من طبيعه الحال. واخا ما قلتهاش لكم، المهم راه العطريه كلها والملح وداك الشيء الا الزيت البنات اللي ما درتوش، يعني غادي نخلي ان شاء الله حتى الغد ليه. ها نتوما البنات دابا راني دابا درا الغد نط في الصباح وكل شيء فقت بكري. هنايا شلت واحد 4 البصلات شلتهم مزيان، زدت الزيت من طبيعه الحال. وهنا البنات كما كتشوفوا هاد الملكين في كوكوط، انا راه ما زدت وتقول نقطه ما زدتها، يعني درتو غير يتقلى داك الماء يعني كيخرج الراس. وزائد يعني دابا درت البصله حتى هي كتطلق الماء، يعني ما رويتش نهائيا. صافي دابا هنايا غادي نسد عليه وغادي نقص عليه العافيه مهيله وغادي نخليه يطيب. هنا دزت البنات باش غادي نصايب الصفه. المهم هنا بالنسبه للصفه البنات راه كنت شاركت معكم الطريقه هذه، الطريقه الوحيده اللي كندير وصراحه كتجي زوينه. سمحوا لي هنا كيف ما شفتوا، يعني خديت الصفه ديالي تقريبا واحد ماشي كاع كيلو قل ديك 200 غرام. صافي كنبسبسها مزيان بالزيت، يعني ضروري ما تدخلوا فيها الزيت مزيان كيما شفتوا في الفيديو. صافي وهنا غادي نديرها ديريكت في الكسكاس وكنديرها كتفور الفوره الاولى. وصافي من بعد ما كتفور لي الفوره الاولى كنحطها هنايا في هاد لا شوطوله وكنزيد عليها الماء طايب وكنخليها حتى كتشرب وكنعاود نرجع الكسكاس. وكان هاد الطريقه كنديرها جوج ديال المرات، في المره الثانيه كديروا الملحه وصافي كتعاودوا ثاني ترجعوها تفور الفوره الاخرى. صافي وها هي الصفه ديالكم موجوده. المهم البنات ها نتوما معايا. صافي هنا البنات جيت باش نبريباري الطبيله ديالي. المهم هنايا غادي نغطيها بهاد الناب هذا. المهم ها نتوما معايا، راه الفيديو موضح كل شيء. صافي هنا غادي نحط هاد الطبيسلات. وصافي هنا البنات تقريبا كل شيء وجدتو، الطبيله ديالي ها هي موجوده، الطبيله ديال اتاي حتى هي موجوده. غير خليكم معايا البنات. صافي هنا ما بقى لي غير نبدل عليا البيجاما. نحيدو البيجاما ونلبسو القفطان باش هكا يعني نستقبلوا ان شاء الله الضياف. صافي هنا البنات الضياف راهم جاو، دابا بديت وجدت لهم اول حاجه. غادي نسربي ديريكت الغداء مع تقريبا دابا جا جوج ونص.
غادي نوجد لهم الغداء هنا كما كتشوفوا. درت الطريقه هذه ديال حطها هكا. كديروا البنات واحد الجبانيه لتحت اللي ما عندكم. انا عندي صراحه سيبورا غير هي جات كبيره، درت غير هاد الجبانيه فوق منها الطبسيل. كاين اللي ما كيبغيش هكا الحلو والحلو والمالح، درت هاد الطريقه هذه اللي كتجي زوينه البنات. درت فيه هنايا الاناناس المشماش والبرقوق. صافي هنا غادي نزين بشويه ديال اللوز. المهم انتما معايا. وها هو البنات الطباسيل ديالنا موجود. انا قليت شويه بطاطا فريت وصافي. هنا دزنا باش كنوجدوا الصفه كلشي محامي ليها مرات ولد خالتي مرات لوسي، المهم كلشي خدام كلشي مخدم يدو. انا هنا كندير في الوريدات باللوز. المهم طريقه يعني بسيطه، غير كنديكوريو شويه كما كنقولوا العين كتاكل قبل من كلشي. صافينا البنات حيدنا علينا الغداء، غسلنا الموينات كلشي على ما يرام. دابا جينا باش نعمر كويس ديال اتاي. وهنايا المهم غنخليكم معايا باش ما نحرقش لكم مراحل هالفيديو، ها هو موضح كلشي. المهم انتما معايا. وهنا ما عرفتش وقع هذا الفيديو كنت كنقول لكم البنات. دابا جيت كنتشحر في اتاي. ها نتوما اتاي بالشيبه، يا سلام. بالخصوص البنات هاكم اللي كيكون الجمع وكيكونوا الحباب، يعني ما كتسخيش صراحه بهذه الجلسه اللي ولينا صراحه كنفتقدوها، ما كنجمعوا على شحال. صافي هنايا شحرت البريري ديالي وانا غاده بيه عاوتاني مرجعاه. وهنا البنات بغيت نشارك معكم، المهم هذا البلاطو غادي نشارككم معكم دابا، غير خليكم معايا. اللي بغات الحلوه البنات، كاينه واحد السيده الله يعمر ليها الدار في بونتي سان جوفاني سميتها فاطمه الزهراء، كتصايب الحلوه غزاله البنات غزاله. انا غنخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. انا غادي نعاود نوريكم البلاطو مزيان. وصافي هنايا هذا البريوش جابته مرات ولد خالتي الله يعطيها الصحه، من هذا المنبر هذا من هذا الفيديو. والتيراميسو حتى هي جابتها مرات خويا حتى هي الله يعطيها الصحه، هي اللي صايباتها.
صافي هانتوما البنات، انا غادي نعاود نوريكم مزيان هنايا الحلوى، نوريكم الشكيلات صراحه فنين الله يعطيها الصحه يعني. المهم انا غادي نعاود ندور لكم البنات، قلبت لكم بلاطو ندور لكم باش يبان لكم الشكيلات مزيان. شوفوا هنا تبارك الله هانتوما، وحتى المذاق البنات هي يعني زوينه مقرمشه يعني، عندها الحلوى صراحه زوينه. اللي بغات شي حاجه غادي نخلي لكم النمره ديالها كما قلت لكم البنات صندوق الوصف، اللي بغات تواصل معاها خاصها حلوى ولا راه كدير جميع اشكال الحلاوي تقريبا، كتصايب حتى سلو كل شيء. المهم الحلوى عند البنات غزاله. هنايا النفيسه ديالنا جات كتلبس باش ان شاء الله هكا نديروا لها حنينه، نديروا العدد ديالنا. المهم هانتوما معايا في الفيديو. البناتي اذا كان شفتو كانت فوزه وتجاوبت لنا وسيروا لينا الحفله حاجه قلنا بالضحك. المهم البنات الفيديو ديال اليوم كان هنايا، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ويكون نال اعجابكم. وكيف العاده البنات ما عرفتش ما نقول لكم، كيف العاده خليت لكم الراحه ومع السلامه. المهم هنا ما تديوش عليا البنات، راك كانت مرات خويا كتصور فيا وكدير لي في هكا بعد الفيديوهات، هذاك الشيء علاش تلقاوني هنا كنتبوز عليكم. السلام عليكم البنات، خليت لكم الراحه.